الاخبار؟ السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اليوم جيناكم التحدي انا ويزن. التحدي هو ضربات جزاء، واللي بيخسر هو راح يسمع عقاب. كل واحد طبعا معه 5 ضربات. يلا نشوف التحدي. طبعاً هلا كل واحد عنده ضربة، يعني بلكي أنا هلا ما فوت جول هو يفوت جول. هلا بنشوف. هادي صورتك. طبعاً يا جماعة مثل ما شفتوا إنه يزن حط جول وأنا حطيت جول، يعني هالضربة إضافية، كل واحد عنده ضربة إضافية ونشوف مين الفايز. يلا معنا. طبعاً يا جماعة مثل ما شفتوا انا ربحت التحدي، وهلا نروح نشوف العقاب مع يزن. والعقاب هلا يا جماعه، العقاب هو يزن. طبعا العقاب رح يوقف هيك، رح يسوي ضغط. صح، رح يسوي ضغط. اوكي يلا 10 ضغط يا يزن. 2. طبعا يا جماعه يلا 3 4 يا زلمة خلص قوم ما بتحسن تسوي.